وعن الأزمات الخارجية، شدد الرئيس السيسي على أن مصر تطفئ الحرائق ولا تشعلها، كما أضاف أن هناك جهودا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإعماره وأيضا الإفراج عن المحتجزين. ما نقلقش من الخارج، لأن احنا إن شاء الله احنا بخير يعني. وطب الأزمات اللي بره، احنا بنبقى دايما زي ما قلت قبل كده، احنا نطفئ حرائق ولا نشعلها، نطفئ حرائق واحنا هنقابل ربنا، واحنا هنقابل ربنا بكده. الناس مش واخده بالها، فاكره الحكايه لا لا لا، ده حساب مظبوط. كل نقطه دم انا سببها هتحاسب عليها، كل خراب انا سببه انا هتحاسب عليه. فانا الحمد لله رب العالمين، يعني من ساعه ما ربنا اراد ان انا اكون موجود هنا حرصت على ان انا ما ايدي تبقى كده. اللي هاجمني انا في 2013 و14 ولغايه حتى سنتين فاتوا، انا ما كنتش بادئ بالعدوان ابدا في سيناء. احنا ما كناش بادئين بالعدوان، بقول لكم عشان تعرفوا، ابدا كان هم اللي بيهاجموا، وانا ما كنتش اقدر ابدا. واقدر اقول له يا رب، يعني كنت هضيع 100 مليون اعمل ايه؟ هيخربوا الدنيا كلها وهيموتوا الناس وبيدمروا مساجد وكنائس وبيدمروا مستقبل دوله. وربنا سبحانه وتعالى حكيم وعليم يعني. فاطمنوا على ال ان شاء الله على ال على علينا بفضل الله سبحانه وتعالى، واحنا بنتحرك بكل جهد عشان نحل المساله، نوقف يعني، يبقى في وقف اطلاق النار، يبقى في اطلاق للرهائن، يبقى في اعمار لغزه، يبقى في حل دائم للموضوع.